بس عشان نلحق. اوكي طيب هنتكلم على الفنتريتور جرافيكس. الفنتريتور جرافيكس الاول انا في حاجات ببقى جوه الفنتريتور ميجر وفي حاجات بتبقى كالكوليتد. وات از ميجرد انسايد ذا فنتريتور؟ التايم والبريشر طبعا. ولو عندي فلو سنسور حاجه بتقيس الفلو جوه الجهاز يبقى انا بقيس الفلو والبريشر والتايم ده اللي بقيسه. طب ايه اللي ميجر ده اللي بقيسه؟ ايه اللي كالكوليتد بقى؟ الفوليوم، الكومبلاينس، الريزيستنس، الورك اوف بريزنج، الاوتو بيت، حاجات كتير قوي اقدر اطلعها كالكوليتد من الثلاث حاجات دول، الكومباينيشن بتاع الثلاث حاجات دول. تمام؟ يبقى انا عشان اقيس الفلو لازم يبقى عندي حاجه اسمها فلو سنسور. فلو سنسور ده عباره عن ايه؟ ده سنسور ليه نوعين، دول اشهر نوعين، حاجه اسمها بريشر ديفرنشال نيوتاكوميتر وهوت واير انيوميتر. ما علينا، هما نوعين اللي بيستخدموا او الكومن، كل واحد ليه ادفانتج وعيب عن التاني، لكن في الاخر الاثنين بيأدوا نفس الوظيفه اللي هي فلو مونيتورينج. تمام. ايه اهميه الفلو سنسور؟ ده الفلو سنسور ده عن طريقه هعمل الفلو كيرف، هعمل الفوليوم بارامترز، هعمل الفوليوم ميجرمنت، هرسم اللوبس، هعمل الالارمات، هعمل التريجر اللي هو الفلو تريجر. يعني الجهاز لو السنسور الفلو سنسور بتاعه باظ هيعمل اي حاجه من الحاجات دي؟ لا، يبقى الجهاز بتاعي زي ايه؟ الجهاز اللي الفلو سنسور بتاعه بايظ، احنا قلنا لو الجهاز بتاعي في الاي سي السنسور باظ بركنه وبقول عليه عطلان، مع انه يشتغل بس مش هيشتغل اوبتيمال خالص، هيبقى بالظبط منفاخ بيدخل نفسه ومالوش دعوه بالعيان زي الاجهزه القديمه. طيب هل هي لكشري دلوقتي ان انا ادور على الفلو سنسور او ان ادور على على جهاز فيه جرافيكس والكلام ده؟ اتس نوت ا لكشري خالص اني مور. لا، ده الجرافيكس دي واحده من الحاجات اللي هستخدمها تو دايجنوز ذا بيشنت. تمام؟ هيبان دلوقتي. طب انا بقيس فين؟ دي مهمه قوي. انا بقيس الفلو ده فين؟ جوه الجهاز ولا عند العيان؟ جوه الجهاز. يبقى انا مش انا في عندي سيركت، سيركت ليها كومبلاينس وليها ريزيستنس، كل ده داخل معايا في الايكويشن بتاعته وداخل معايا في قياساتي، وده مش عيان يبقى مش اكيوريت. حلو؟ طيب هقيسه عند العيان، عند الاي تي تيوب، ده الموست اكيوريت بس الاكسبنسيف. ليه؟ السنسور ده هيبوظ بسرعه، السكريشن بتاعت العيان هبوظه، والنيبيلايزيشن والهيوميديفيكيشن كل ده هيبتدي يبوظه لي. يبقى كوست وايز ان السنسور يبقى جوه الجهاز افضل، بس ريدنج وايز واكيوريسي وايز انه يبقى عند العين افضل. حلو؟ حل المشكله دي لما السنسور جوه الجهاز في الاجهزه الجديده انه بيعمل ايه؟ اول ما افتح الجهاز يقول لي انا هعمل تشيك على السيركت دي ويحسب الكومبلاينس والريزيستنس بتاعتها ويدخلها عنده، بحيث لما يقيس يعمل لها اكسكلوجن من قياساته، يبقى اللي قايسه ده العيان بلس سيركت يروح شايل منه سيركت. تمام؟ حلو قوي. الكلام ده ينفع وريلايبل؟ ريلايبل لغايه 10 كيلو، اقل من 10 كيلو افضل حاجه نحط سنسور عند العيان. يعني النيونات لغايه 10 كيلو سنسور عند العيان. لو انا هممني الاكريسي قوي سنسور عند العيان عند الواي بيس. انما سنسور جوه الجهاز حلو قوي فوق 10 كيلو. وظريف فوق 10 كيلو، ودي مختلفه من الجهاز التاني في الاكريسي بتاعتها. دي بقى اللي بتفرق جهاز ماركه كويسه من ماركه اي كلام، ده منين إيه؟ او السوفت بتاعه شكله ايه؟ ده اللي يفتح. فوق اقل من فوق ال 10 كيلو، كله لازم فوق ال 10 كيلو. السنسور جوه الجهاز يفضل فوق ال 10 كيلو. طب ما عنديش غيره، هاخده هشغله بس قرايه الفوليوم عارف ان هي مش اكيوريت، فيه فالسز. فالسز قد ايه؟ فاريبل من جهاز للتاني. يعني هم لما جابوا الاجهزه الجديده اقل من 10 كيلو يديكي سنسور، يعني فوق لازم. بس هو بيقول لك ايه؟ بص عشان كده العيان كل عيان عايز، كل عيان ب 50 جنيه. لا، السنسور ده المفروض ريوزبل مش ريوزبل. ريوزبل؟ لا، ده شركه، ما هي الشركه بيبقى عندها الاثنين. هو عايزك تشتري منه فيديكي سنجل يوز عشان تقعدي تشتري منه. هاتي منه ريوزبل بقى عندك. بيتعقم يعني. طبعا. طبعا في كده وفي كده. عشان اللون الاسود في مشكله. سوري، لا ما عنديش مشكله. طيب. ايه الموست كومنلي ويف فورم؟ لا يعني بعد كده يعني سوري. طب لازم ما فيش اصفر، ما فيش اصفر، لا هو ما فيش اصفر. خلاص لا. طيب ايه الموست كومنلي يوز ويف فورم لوبس؟ البريشر فيرسس تايم، فلو فيرسس تايم، فوليوم فيرسس تايم،
وبعدين عندي حاجه اسمها بريشر فوليوم لوب وفلو فوليوم لوب. طيب هو انا لما باخد نفس ايه اهميه بقى اللوبس عندي او ايه هي اللوبس دي؟ واحده من اللوبس والجرافس دي واحده من الحاجات اللي ممكن استخدمها عشان ادفرنشيت ما بين السبونتينيوس بريذنج او استدي السبونتينيوس بريذنج والميكانيكال بريس. شايفين الميكانيكال بريس ده الفوليوم وده البريشر وده الفلو هيبان قدام. شايفين في البريشر ويف في السبونتينيوس بريذنج ايه اللي حاصل؟ دي بالماينس لان السبونتينيوس بريذنج از ا نيجاتيف بريذنج اتس نوت ا بوزيتيف فينومينا. Only mechanical press, it is a positive press. طيب, types of waveforms, the pressure waveform, وده volume waveform. وأقدر أفرق ما بين ال volume وال pressure. أنا شغال أنهي مود عن طريق ال waveform. طيب, ال pressure. ال pressure عبارة عن إيه؟ الأزرق ده كل ده ال inspiration. والأصفر دون ده ال expiration. تمام؟ يبقى ده ال pressure. طب ال flow. دون الانسبيريشن بالازرق واللي تحت ده كل ده الاكسبيريشن. تمام؟ وبعد كده الفوليوم ده الانسبيريشن ده الاكسبيريشن. الفلو والفور. اول حاجه اسمها الفلو والفور ان انا بقيس الفلو. شايفين الفلو ايه اللي حاصل؟ ده منظر الفلو والفور في بريشر كنترول عيان على بريشر مود. ايه اللي بيحصل؟ ده كل الازرق ده انا وصلت البيك فلو ونزلت تاني. هو مش المفروض ده كده الانسبيريشن ده كده الاكسبيريشن في اي ويف؟ لا في الفلو. لا ليه؟ الفلو زي ما انا اجيب كوبايه واجيب ازازه بوتل والكوبايه دي فاضيه. لما باجي املاها بعمل ايه؟ الكوبايه فاضيه خالص اول بصب بسرعه قوي واول ما احس ان الكوبايه تملي بعمل ايه؟ بقلل الفلو بتاعي عشان ما يقعش مني. اللانج نفس القصه ان انا في الاول انيشال الفلو بيبقى سريع جدا 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 لغايه اما يبتدي البريشر ايكوليبريم يبتدي يحصل. يقوم يحصل ايه في الفلو ده؟ خلاص ما عادش في فرق البريشر جريدينت عالي. يقوم الفلو ده يبتدي يقل تاني. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه الانسبيريشن. طب والاكسبيريشن هو ده اللي فوق الحته دي اسمها ايه؟ ده البيك انسبيراتري فلو ريت واللي تحت دي بيك اكسبيراتري فلو ريت. تمام؟ يبقى ده الانسبيريشن ده الاكسبيريشن. شايفين شكل الويف عامل ازاي؟ بنقول عليها exponential او decelerating. تمام؟ ان هي جايه عامله شكل بيراميدال شويه. بس ده الشكل في البريشر ده في البريشر كنترول الفوليوم كنترول اهو. فوليوم كنترول شكل الفلو مختلف تماما لان الفلو عندي كونستنت. فايه اللي بيحصل؟ شكلها سكوير زي ما انتم شايفين كده دي سكوير. طب spontaneous breathing شكلها اقرب للبريشر عشان كده احنا بنحب البريشر لانه هو اكتر حاجه قريبه من السبونتينيوس بريدنج وليس الفوليوم كنترول. طيب البريشر والفورم هو زي ما اتفقنا ادى البي اي بي ده البي اي بي من اول هنا لغايه هنا سوري من اول هنا لغايه هنا ده الانسبيراتري تايم. والفرق ده اللي عامل البيز لاين ده البي ده البي بتاعي. تمام؟ طب ودون ده الاند اكسبيراتري بريشر هو ده البي ده الانسبيريشن ومن اول هنا لغايه هنا ده الاكسبيريشن او الاكسبيراتري تايم. اجين ده في البريشر. طب في الفوليوم البريشر ويف فورم مختلفه فيها سنه اوفر شوت وبعدين بتنزل وبعدين بلاتو. بيقولوا على دي بيك بريشر او البي اي بي وبيقولوا على دي بلاتو بريشر. حته الفلات دي بيقولوا عليها بلاتو والحته اللي فوق كبيره دي الشوت دي اسمها البيك بريشر. طب احنا عندنا في البريشر كنترول دي اسمها بيك بريشر. ما عنديش بلاتو في البريشر كنترول. البيك عندنا هو البلاتو في الفوليوم. طب في الفوليوم البيك هنا هو ده؟ لا. الايكويفلنت للبي اي بي في البريشر كنترول جوه الفوليوم هو البلاتو وليس البيك. يعني ممكن البيك بتاعي يبقى 60 والبلاتو 30؟ اه ممكن. طب انا خايف من حاجه؟ ما تخافش. ال 60 دي مش بتوصل للعيان. دي جوه الالوي مالهاش دعوه بالالفيولاي. اللي اكشلي جوه الالفيولاي 30. طب لو انا بريشر كنترول هعمل زي الفوليوم ازاي؟ هديله بريشر 30 مش هديله 60. تمام؟ يبقى الرقم 30 في الفوليوم كنترول اللي هو البلاتو ايكويفلنت للبي اي بي عندي في البريشر كنترول. عشان كده لما يبقى العيان على فوليوم مود فوليوم كنترول
بيبقى عندي قرايتين بيك بريشر وبلاتو بريشر. هو ايه اللي يعلي البيك قوي ويخلي البلاتو اقل منها؟ ريزيستنس. دي بيسموها ريزيستيف اليمنت اوف ذا فيز او ريزيستيف فيز. الريزيستنس لو عاليه الجهاز يقوم يعلي البريشر قوي عشان يوفركم ريزيستنس. طب لما يوصل للالفيلاي هيكون الريزيستنس دي عملت لي قللت خالص البريشر يوم يوصل للالفيلار بريشر اللي هو اللي انا عايزه. طب في البريشر كنترول هو بيك بريشر هي البلاتو عنده، هو البريشر اللي هابلاي هيدخل جوه تمام. طب ريزيستنس عالي هيبقى دامج في النص مش هيوصل للالفيلار. يعني هنا البريشر معلش مود ازاي افرق ما بين بريشر مود وفوليوم مود؟ لا ما لو انا هاي بريشر خلاص ازاي اعرف ان انا عندي ريزيستنس ولا كامبيانس اللي هو لا ده بيقرا الفنتليتر مش هقدر اعرف الريزيستنس عن بره ايه. الفنتليتر هو اللي يعرفها مش عارف. ده سهل ان اعرفها في الفوليوم كنترول سهل هلاقي بيك بريشر عاليه وبلاتو اقل بكتير والفرق ما بينهم كبير يبقى انا ديفينت عندي ريزيستنس عالي. طيب الفوليوم ده البريشر تايم كيرف. الفوليوم تايم كيرف انا الاول بشرحهم لوحدهم وبعد كده الابلكيشن شكله ايه. الفوليوم تايم كيرف، الفوليوم تايم كيرف عباره عن ادى الانسبيريشن وادى الاكسبيريشن تمام. ده التايدل فوليوم بتاعي وبعدين هنا بنزل خط في النص ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن تمام. طب في الفوليوم كنترول ممكن يبقى في عندي سن بلاتو فوق وممكن لا حسب. طب الاسبونتينيس شبه مين؟ شبه برضه البريشر عشان كده احنا بنحب البريشر شبه الاسبونتينيس قوي. طيب الفلو كيرف، الفلو زي ما اتفقنا ده الانسبيريشن كله يبقى ده الانسبيراتوري تايم ولما انزل تحت ده الاكسبيريشن كله يبقى ده الاكسبيراتوري تايم. هنقول الحته دي بقى قدام شويه في الابلكيشن. لما احب اعرف المود بتاعي انا فوليوم ولا بريشر، انا فوليوم كنترول ولا بريشر كنترول، هعرفها منين؟ اعرفها من الفلو كيرف. مش احنا اتفقنا الفلو كيرف بتبقى اكسبوننشال بتطلع وتنزل. في الفوليوم كنترول دي سكوير، الفلو بتاعي يبقى سكوير اهو. ايه اللي حاصل هنا؟ ده اكسبوننشال، ده الفلو على فكره في نقطه يعني فلو في كل كيرف فنتريشن الفي فيها نقطه يعني فلو. ده سكوير؟ لا ده ديسيلريتنج او اكسبوننشال يبقى المود ده ايه؟ بريشر. بريشر يبقى انا بريشر. ده اللي تحت هو البريشر فوليوم كنترول. لو انا فوليوم كنترول بريشر فوليوم كنترول اه بريشر ريجليتد فوليوم كنترول اتس بريشر مود. هو البريشر او الفوليوم جارانتي او البي ار في سي اللي هو بريشر ريجليتد فوليوم كنترول لو انا بتحكم في البريشر والفوليوم مع بعض اتس بريشر مود. هيبان لي ده هيبان لي ده. انما الفوليوم كنترول السكوير ده يعني ده بيور فوليوم كنترول ما هوش بريشر ده بيور فوليوم. انما دون هو ده ما اعرفش هو محمد شرحه امبارح شرحت الفوليوم جارانتي الفوليوم جارانتي الفكره ان انا بقعد العب في البي اي بي واقلله وازوده اكوردنج لقراياتي اللي انا عملها تمام. انما في الفوليوم كنترول الجهاز انتوا عندكم مثلا نيو بورت القديم اللي هو 150 ده ينفع يشتغل فوليوم كنترول ازاي؟ انا بقول له اديله 50 هيدخل ال 50 مللي دول ماليش دعوه بالبريشر كام. ممكن مره يبقى البيك بريشر 20 ممكن النفس اللي بعديه معايا ريزيستنس ينطوا 50 ماليش دعوه. وده مش مطلوب. وده مش مطلوب عشان كده مش مطلوب. عشان كده اخترعنا البريشر ريجليتد فوليوم كنترول. طيب ايه الابنورماليتيز؟ اول حاجه هنتكلم عليها الابنورماليتيز في الفلو. هو لو خيروني الجهاز يبقى فيه انهي كيرف اعرضه الفلو. اهم كيرف اراقبه من الثلاثه اللي لو ما عنديش غيره اصمم عليه الفلو كيرف. ده اهم كيرف فيه. ليه؟ ده عن طريقه انا محمد كان بيقول لكم على الانسبيراتوري تايم. انا عمري ما بحفظ الانسبيراتوري تايم. كل عيان ليه انسبيراتوري تايم اللي يناسبه. اعرف منين؟ عن طريق الفلو كيرف اقدر اعرف العين ده عايز انسبيراتوري تايم قد ايه ازاي؟ شايفين؟ احنا اتفقنا ان انا بطلع لفوق وانزل لتحت. ده كله ده اللي هو الاكسبوننشال. انا طالع ونزلت ده كده كل ده الانسبيريشن. شايفين هنا ايه اللي حصل؟ انا ابتديت الاكسبيريشن من فين؟ من فوق مش من تحت صح؟ ده يبقى الانسبيريتوري تايم اخباره ايه؟ قليل. طب هنا انا اهو ونزلت ب
بعدين ابتديت اكسبيريشن يبقى ده الاوبتيمال. طب انا نزلت بعدين مسافه بعدين اكسبيريشن يبقى ده برولونجد انسبيريتوري تايم. يبقى انا الكيرف بتاعي عايزه يعلى وينزل وبعدين الاكسبيريشن يبتدي على طول وراه ده الاوبتيمال. طب بعيد وجيت انزل رحت بادئ اكسبيريشن على طول ما وصلتش للبيز لاين يبقى ده شورت انسبيريتوري تايم. طب نزلت على الكيرف ما ابتديتش اكسبيريشن لا مسافه بعدين ابتديت اكسبيريشن يبقى ده برولونجد انسبيريتوري تايم. يبقى عن طريق الكلام ده اقدر اعرف الابروبريت انسبيريتوري تايم. طب لو انا عايز ابروبريت اكسبيريتوري تايم ولا حاجه ده برده اللي تحت ده يرجع للبيز لاين بس ده بيدخل عليها عوامل ثانيه نقولها قدام انما لازم يرجع للبيز لاين عشان ان انا اوبتيمم اكسبيريتوري تايم عن طريق الكلام ده. يبقى انا مش محتاج احفظ انسبيريتوري تايم انا بحط رقم نيشن واشوف الكيرف على العيان لو الكيرف قاطع بدري هبتدي ازود الانسبيريتوري تايم واحده واحده واشوف الفلو كيرف بتاع اخباره ايه اول ما يوصل البيز لاين خلاص يعني بحطه من 0.3 ل 0.5 يعني مثلا ده انيشيال بس الرقم ده مش هسيبه وامشي هظبطه اكوردنج للفلو كيرف ده الايديا ده الايديا انا عشان كده عمري ما بدي ارقام انسبيريتوري تايم لان انا هجيبها من ده ده عندي في التريزريز هجيبها من ده اهو شايفين ده فيري لونج انسبيريتوري تايم ليه؟ مسافه قبل ما يبتدي. طب ده فيري شورت ليه؟ لانه قطع بدري خالص ده ايميديت ده ايميديت على طول. طيب شرحت الترمينشن كريتيريا ده بتاعت البريشر سبورت حلو. بريشر سبورت هو الجهاز في البريشر سبورت مود مش العين هو اللي بيتحكم في الانيشيشن والترمينشن. طب الجهاز يفهم ازاي ان العيان دلوقتي عايز يترمينيت السايكل؟ طيب ما انا بحطش تايم في البريشر سبورت العين هو المتحكم في الانسبيريتوري تايم السايكل بتاعته ايه؟ ايوه بالظبط الفلو مش احنا اللنج لما بتتقرب تتملي الفلو بيبتدي يقل هي دي التريكه اللي بلعب عليها بقول الجهاز لما الفلو يبتدي يقل عند برسنتج معين انا اقول لك عليها افتح الاكسهاليشن يبقى انا اندايركتلي بتحكم برضه في الانسبيريتوري تايم في البريشر سبورت اندايركتلي ازاي؟ بقول له والارقام دي الكومن وجبناها من يعني الارقام دي طلعت من ستارز لو عندي نيونيت او انفنت بقول له لما في الفلو بتاعك يوصل 15% من البيك فلو ترمينيت السايكل وما تدخلش هواء تاني وسيبه اكسهيل تمام 15% يعني ايه؟ يعني دخل جوه اللنج دي 85% من اللي انا عايزه معناه ان اللنج خلاص اتمات. معلش انا عايز اسال حاجه بدايه الاكسبيريشن مش هي السايكلينج؟ اه والسايكلينج بتعتمد على ايه؟ يا اما هنا على الفلو في البريشر سبورت على الفلو اه في البريشر بتعتمد على البريشر سبورت بس المود الوحيد اللي هتعتمد على الفلو امال ايه اللي على التايم؟ في الفوليوم؟ اي مود اي مود تاني؟ اي مود تاني يعتمد على التايم ما عدا البريشر سبورت بس عشان العيان ما بيتحكمش انا ما بتحكمش في الانسبيريتوري تايم العيان فانا بقول له عشان ما هو برضه اصل انا لو ما اتحكمتش اللي هيحصل الجهاز هيقعد يدخل هواء طب العين عايز اكسهيل في هواء عمال يدخل برضه هيكسهيل اجينست الهواء ده واجينست ريزيستنس فالبريشر هيعلى مش ده اللي انا عايزه وهيبقى فيه اسينك فلازم طريقه الجهاز يفهم العيان يعني دي في البريشر كنترول والاسيستد كنترول لا ده في البريشر سبورت فنتليشن بس انما بريشر كنترول اسيست كنترول اس اي ان في كل دول تايم انا اللي بحط الانسبيراتوري تايم وليس العيان انا حاجه بريشر كنترول بس ما انت جبت كل الحاجات الثانيه اللي احنا بنستعملها بريشر سبورت مود بس هو البريشر سبورت مود عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا ما بتحكمش في الريت كل اللي بعمله ان انا بدي له زقه بريشر كل ما العين يبتدي ياخد نفس ادي له زقه بريشر بس طب ومين اللي حدد الانسبيراتوري تايم؟ لكن هو الاس اي ام في بلس بريشر سبورت انا بتكلم على البريشر سبورت بريس بس البي اس بي بريشر سبورت بس وات ايفر بقى حاطينه فوليوم ولا لا هو اسمه بريشر هو انا عمال ازود بريشر عمال اديله بريشر زقه بس هو اللي بيكمل بيسحب الفلو اللي هو عايزه العيان وهو اللي بيتحكم في الريت بتاعه ما قلناش امبارح انت ما قلتش بريشر سبورت انت ما قلتش بريشر سبورت يعني اصل احنا اتكلمنا على الاس اي ام في والاسيستنت ولا البريشر سبورت ده جه منين ده هو ده المود اللي انا شخصيا بحب احط عليه العيانين كلهم لسبب انا ما بحطش ريت انا ما بحطش ريت وما بحطش انسبيراتوري تايم العيان اللي بيحددهم مش انا طبعا كل ما ادي العيان حاجات كتيره يتحكم فيها ده مور بيتر فور وينج بريشر سبورت از ا وينج مود بس عاده ما بستخدموش الاول
بستخدم حاجه مانداتوري زي الاسيست كنترول او الاس اي دي، ولما العين يبتدي يتحسن ممكن اقلبه على بريشر سبورت بدل ما احط على سي باب. ما عادش عندنا حاجه اسمها سي باب. معلش عشان البوينت اندكاكيت سيبان. لا دي بطلناها، نزل سيبان ماشي. احنا قلنا العينين كلهم البيست ان احنا نحطهم مثلا بوست اوبرت وهم خارجين اس اي ام في بلس بريشر سبورت. هو ده انا بتكلم عليه، بريشر سبورت اس ام بي بلس بريشر سبورت. ايوه احنا قلنا ده ذا بيست ويننج مود. وانا قلت لحد كده العين بوست اوبرت وانيشال هسيبه عليه احطه عليه ده لو انت متوقع ان انت هتشيل بسرعه. لكن لو انت هتفترض مثلا حضرتك عيان خارج من العمليات وقدامه فتره طويله لانج وحشه جدا وانت قدامك كنترول، يو كان يوز ات وتشتغلي بيه، اند يو كان يوز اذر انيشال مود زي الاسيست كنترول اللي محمد بيتكلم عنه اللي هو المانداتوري. انا بديله اسيست كنترول مود، بديله فول سبورت. يبقى اول ما ابتدي العيان انا ممكن لو انا متوقع ان العيان ده هيبيت النهارده عندي على الفنتليتور احطه على اسيست كنترول. طب العيان ده انا هاكستيوبيته النهارده ده بوست اوبرت اسيست ايه؟ اسيست كنترول مانداتوري فنتليشن اسيست كنترول. طب لو العيان بتاعي متوقع ان انا اكستوبيت بسرعه النهارده اس اي في بلس سبورت، طب العيان بتاعي سبونتينس بريدنج وانا متوقع ان اشيله على طول، انا بس هنسى بقى ممكن احط على بريشر سبورت بس اسلم جهاز هو صاحي بياخد ريت ما يبقاش بارالايز. نعم يعني كل يوم تيجوا تقولوا لنا الحاجات دي. ما هي على فكره الفنتريشن الفنتريشن كل يوم يعني بكره يا فندم كل يوم على فكره هو فعلا هو بياخد هو تيكس تايم. انا دايما بقول لو الواحد طلع انا لما بحضر محاضره الفنتريشن لحد تقيل ولا حاجه بفضل قاعد عمري ما بطلع باكثر من 30%. هو الفنتريشن كده صعب، لما اروح واقعد اقرا الاقي نفسي جبت 30% كمان، لما اسمعه مره ثانيه ابتدي اكمل بقى. احنا منتظرين ان هي دي مشكله ان هي طيب حته الفلو دي بس ان هي عشان بريشر سبورت، يبقى اهم بريشر سبورت مود ينفع يشتغل لو الفلو سنسور بايظ؟ لا. ليه؟ ده هو معتمد على الفلو سنسور على قياس الفلو. هي دي البرسنتج اللي بقول لك عليها 15% يونيت 25% ادلت، هي دي الاكسبيراتوري سنسيتيفيتي او الاي سنس في الفنتريتورز الموجوده. كيف بدا غير الاوبتيمم كيرف اللي كيف ده غير الاوبتيمم كيرف اللي حضرتك في البريشر سبورت الموضوع مختلف. في البريشر مش عايز اقول بس في البريشر سبورت خليها هو الرقم على الجهاز 25% او 15% يعني وبقى كده بالنسبه لي كويس وده يبقى كويس مش لازم اوصل للبيز لاين. ماشي انت مش هدفك برضه في كده كان الاسبيرافي تايم قصير وساتسفايد. انا عايز كده، ما هو ستيب هو العين اوريدي بيعوض ده انه ياخد الفلو اللي هو عايزه. تمام فاريبل فلو. احنا البريشر هو البريشر الفلو سيتد؟ لا اتس فاريبل. الفلو بتاعي فاريبل حسب ما العيان عايز حسب اللاين ميكانكس بتاعي. طيب احنا ممكن ايدنتيفاي مود من هنا. ما هي باك ده ديسيليريتنج او لا هي الفكره بالظبط ديسيليريتنج او اكسبوننشال ديسيليريتنج. يبقى انا بتكلم على بريشر مود صح؟ وكلهم نفس الهايت في البريشر جريف يبقى انا بريشر ليميتد. ده فوليوم الثاني ولا ده الفوليوم اللي تحت. دايما على فكره على الفنتريتور حتى بيبقى فلو بريشر فوليوم او بريشر فلو فوليوم. الفوليوم دايما بيبقى اخر واحد تحت. طب بلانت دي مش احنا البريشر بتاعنا بي اي بي انسبيراتوري تايم ترمينيشن، فلازم البريشر ويف فورم تبقى سكوير في البريشر كنترول. Square. It is square for pressure control. أنا بتكلم الأول بس أنا شفت الفلو قلت ده بريشر مود. ليه؟ لأنه ديسيليريتد. خلاص؟ بصيت على الليفل دون لقيته كله قد بعضه يبقى أنا بريشر مود بريشر يعني بريشر مود الفلو قال لي كده والبريشر قال لي كده وكلهم قد بعض بس اللينس بتاعهم هو يمكن مش باين قوي اللينس بتاعهم مختلف. يبقى أنا بتكلم في حاجة العيان هو المتحكم في الانسبيراتوري تايم. يبقى مين في الحال بس كلهم ليميتد ببريشر يبقى ده بريشر سبورت فنتريشن. لو هم اسيست كنترول كان هيبقى منظر الكيرف ايه؟ كنت هلاقي كله نفس الدايمتر كلهم نفس الليميت وكلهم نفس الدايمتر ديفرنت دايمتر يبقى ده بريشر سبورت. دايمتر ثابت يبقى ده اسيست كنترول. يبقى اذا اسيست كنترول وبريشر سبورت اتنين شبه بعض مع الفارق الوحيد
ان الانسبيراتوري تايم في الاسيست كنترول انا اللي احطه، الانسبيراتوري تايم في البريشر سبورت العين اللي بيحطه. بس البلاتون اللي فوق مش ده، قصدي حضرتك مش متساويين من فوق، ده دي مش متساويين من هنا، مش متساويين كده. يعني اول ما اسمع كلمه فلو سايكل اعرف ان دي بيشنت تيرمينيتد بريس، او ان المود دوت البيشنت هو اللي بيتحكم في التيرمينيشن. مش انا اول ما اسمع كلمه فلو سايكل على اي مود ايا كان المود ايه. طيب الحاجه الثانيه الاكسبيرات، احنا كده بصينا على الانسبيراتوري فلو وعرفنا بيبني ازاي واتحكم في الانسبيراتوري تايم عن طريق الانسبيراتوري فلو. طب هل ممكن استفيد من الاكسبيراتوري فلو؟ برونكو دايليتور سيركل اكسبيراتوري تايم، اكسبيراتوري تايم يبقى لازم الاكسبيراتوري فلو يرجع لفين؟ للبيز لاين صح؟ يبقى ده ادكويت اكسبيراتوري تايم ولا لا؟ الوقت اللنج خدت الوقت الاناف اللي يكفيها ورجعت للبيز لاين. ادكويت بس اخذت في وقت معانا بتاعت الانسبيريشن تاني اسرع طبعا طول ما هي اسرع. لا 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 اللي هي دي لا بعدين اللي تحت بعدين قبل ما تبتدي حضرتك، قبل ما تبتدي الخط على نفس اللاين دي. ايوه دي ايوه دي سوري معلش عايزك يعني ده عمل اكسبيريشن كده انت جي ما دي اندكس. ما احنا لما احنا على طول ولا واسكت بوز دي البوز عليه دي البوز النورمال بتاعها. انا طبيعي لما باخد نفس بيبقى في بوز ما بين النفس والتاني، ده النورمال. انا يبقى في بوز عندي فانا برجع للزيرو لاين اللي هو انا عملت اكسهاليشن وبعد كده ده اند اكسهاليشن ثابت. الريت العالي بيتبان برضه حتى لو الريت عالي، الريت عالي ايه اللي هيحصل؟ البوز دي هتقل طبعا لازم تقل. يبقى انا لما يبقى الريت عالي سوري لو عندي بقى ريزيستنس عالي عيان ازماتك مش محتاج لونج اكسبيراتوري تايم. افرض بقى انا حاطط ريت سريع في اللي هيحصل؟ هلاقي اكسهاليشن خلص تحت وستيل في مسافه. يبقى اعمل ايه في الحاله دي؟ اطور اكسبيراتوري عن طريق اني اقلل الريت. اهو اديني طولت الاكسبيراتوري تايم فابتدى يبقى عندي البوز دي رجعت تاني ورجعت للزيرو لاين. طب الحاجه الثانيه الكيرف ده رجع بسرعه؟ الاكسبيراتوري فلو كيرف رجع بسرعه ولا خد وقت؟ خد وقت يبقى الريزيستنس بتاعتي عاليه. رجع بسرعه يبقى ريزيستنس كويس. يبقى برضو العيان بتاعي لما اديله برونكو دايليتور هو هاير ريزيستنس دلوقتي بيرجع بياخد وقت مع التحسن هيبقى ابتدى يرجع بسرعه الفلو بتاعي الاكسبيراتوري فلو. ده نورمال سوري بقى اللون الاصفر انا هغيره بعد كده كل احمر بقى. ما هو فعلا الاحمر مش باين في التصوير خالص. انسبيريشن اكسبيريشن ده نورمال. شايفين بقى البيشنت لو انا العيان بتاعي نهى فين؟ تحت مكان ما انا مش شايفه، نهى تحت. النفس الجديد ابتدى من تحت. صح؟ يبقى انا ان ادكويت اكسبيراتوري تايم. وهو لو انا عندي ان ادكويت اكسبيراتوري تايم هو ده الواحد معناه اني بدخل 100 والمفروض اخرج 100 في وقت معين، قللت الوقت هيخرج 100؟ هيخرج 80 70. طب والباقي ايه تراك؟ يبقى انا لما اشوف الكيرف ده كده النفس بدا من تحت يبقى انا دفن عندي اير ترايفنج عندي اوتو بيب صلح المشكله. بس هو هنا البيشنت هو اللي بينيشيت وبيترمينيت. نعم البيشنت هو اللي بينيشيت هو اللي لا 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 انا بتكلم على الفلو كيرف في بريشر مود انا اللي حاطط الانسبيراتوري تايم وليس العيان. مش بريشر كنترول يعني بريشر كنترول مثلا بريشر كنترول ده عادي تمام. انا بتكلم على ايديا مش مشكله المود اللي انت بتستخدمه ايه. لان العيان حتى لو بياخد نفس لوحده هو عين الازمه مش عنده اوتو بيب وعنده اير ترافيك نفس القصه هتحصل معاه. هي نفس القصه بالظبط. هي فكره دي ان انت تخلص من الاير ترافيك العيان ده هيرجع للنورمال. يعني ممكن يبقى الريت قليل ويحصل كده عندي اير ترافيك صلحه هيرجع للبيز لاين. يعني بادي تحت اللاين بادي تحت اللاين ده الاير ترافيك بيبقى الاسبيريشن بادي من تحت بالظبط. طيب هو انا ممكن اعرف فين الاير ترافيك؟ ازاي اعرف ان عنده اوتو بيب او اير ترافيك؟ الريسنت فنتليتورز البيدياتريك والادلت بالذات يمكن النيونيتال مش هتلاقي عندهم الحكايه دي بيقدروا يقيسوا الاوتو بيب او الاير ترافيك يقيسوا البريشر قد ايه عن طريق اعمل حاجه اسمها اكسبيراتوري هولد. يعني ايه؟ اخلي العين بيكسهيل واروح عامل هولد للاكسبيريشن. وانا لو عملت هولد للاكسبيريشن هيحصل ايه؟ هوقف الفلو صح؟ يوم يحصل ايه؟ لو في فلو جوه يطلع 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 لو في بريشر جوه يطلع 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 ويحصل ايكوليبريم اقيس الاثنين. يبقى انا اقدر اقيس الاير ترافيك او الاوتو بيب
عن طريق مانوفر اسمها اكسبيراتوري هولد لمده 3 ل 5 ثواني. تمام، بفضل متكي كده اهو، بس على شرط العين بتاعي يبقى ساكت. العين لو عمل اي انترفيرنس معايا الايرادات دي كلها باظت. تمام، يبقى شرطها ان انا اكون منايم العين ده خالص، ما يعملش معايا اي ايفورت. مش شايفه الكيرف؟ ايوه لحد انا اعملها على الكيرف. لا، الجهاز بيقيسها المره دي لوحده. الجهاز في الحاله دي ممكن يقيسها لوحده. طبعا كده ممكن اعملها له هولد على الانسبيريشن. ما هي انا بعمل لا هولد على الانسبيريشن يطلع لي حاجه اسمها البلاتو بريشر، يطلع لي حاجه ثانيه. يعني انا اللي هولد على الانسبيريشن مش لازم اشوف انا، هو الجهاز لو شفته مش عارف يقيس البريشر، انما الجهاز بيعرف يقيس البريشر. طب لو انا عايز اعرف العين ده عندي اير ترافل ولا لا، بعرفها من الفلو كيرف. انما عايز اعرف الرقم قد ايه، اعملها بالاكسبيرت هولد والجهاز هو اللي يقيسها. خلينا نعرفها بالجهاز يقول لي بس ان انا عندي كام انتوفمنت. يعني على فكره دي مهمه، ده بارت عيان ستاتس ازماتكس تحط على الفنتليتور، لازم احط على الفنتليتور بيقيس الاوتو بيب. ليه؟ بارت اوف ماي مانجمنت، ان انا هشوف الاوتو بيب كام. زمان كان في مدرسه تقول حط على زيرو بيب، انتهت الكلام الجديد، حطه على 75% من الاوتو بيب بتاعه. يعني لو العين ده اوتو بيب بتاعه 10 هحطه على بيب 7. ليه؟ ما انا بحاول الديستنت للايروي ان افتح ويبقى عندي جريدينت ما بين جوه وبره، يقوم الهواء يخرج. ما احطوش نفس الرقم الاوتو بيب، لو حطيته نفس الرقم هعمل له انا مور اوتو بيب، بحطه على رقم اقل يا دوبك يفتح لي الايروي الكولابس الدين. وانس فتحتها الجريدين ده يخرج لي لجوه، يوم الاوتو بيب بتاعه يخلص يهدى. يبقى انا مهم ان اقيس الرقم ولا لا؟ ده فيري امبورتنت ان اقيس الرقم ده، عشان اكوردنج ليه ده عيانين اللي عندهم اوتو بيب لازم يبقى يتحط على احسن جهاز عندي عشان يقيس الكلام ده كله. لازم ما يكونش في ليك ولازم العيان لازم ما يبقاش فيه. لا ممكن يبقى في ليك مش مشكله، جهاز بيعوض الكلام ده، بس العين يبقى هادي خالص او بارالايزد ساعتها في ثانيتها. بس انا بشوف الاكسبيراتوري على الكيرف، مش بعمل سيبرات مطلع الكيرف. انا ما بعملش حاجه، انا بتك هو جهاز بيحسبها. ده عشان احسبها كرقم، انما نعرف من ازاي اصلا ان عنده اوتو بيب من الفلو كيرف مش راضي يرجع للزيرو لاين. هتقطع الزرار في اي مرحله، سواء انسبيريشن او اكسبيريشن. ديورنج اكسبيريشن هو الجهاز هتلاقي عندك زرار اسمه انسبيريشن هولد وزرار اسمه اكسبيريشن هولد. تك على الاكسبيريشن هولد هيجيب لك الاوتو بيب قد ايه. طيب انا اقدر اجيبها منين تاني؟ من الفوليوم ويف فورم، من الفلو فوليوم لوب، من البريشر فوليوم لوب. خلينا نشوفها اكتر. زعلانه منك قوي على الاصفر ده. ما انا والله كنت متوقع. على فكره هو مش اصفر اصفر، يعني هو اكشوالي بتاع هنا بيطلع اصفر، هو عندي على الكمبيوتر مش اصفر. شوف ساعات بيقفل في اللون، هو مش اصفر. طيب ريسبونس تو برونكي دايليتور اعرفه ازاي؟ ادى البيك اكسبيراتوري فلو وفيري لونج اكسبيراتوري تايم. ادي برونكو دايليتور ايه اللي حصل؟ شايفين؟ البيك اكسبيراتوري فلو زاد. ليه؟ لان خلاص فتحت الدنيا، فبقى عندي الاوبشن ان البيك اكسبيراتوري فلو يطلع بسرعه وحجمها حتى الاريا اللي جواها قلت. يبقى دي واحده من الحاجات اللي بتعرفني ريسبونس تو برونكو دايليتور ثيرابي عن طريق الفلو كيرف. برونكو دايليتور ريسبونس برضه هقدر اعرفه عن طريق حاجه اسمها فلو فوليوم لوب، العلاقه ما بين الفلو والفوليوم، ماليش دعوه بالتايم. خلاص ده النورمال، ده انسبيريشن واللي تحت ده اكسبيريشن. حلو، المفروض ليا البيك ده نوعا ما. طب لو عندي بروك سبازم ايه اللي حاصل؟ هتبقى قليله وفي نفس الوقت الكيرف دون جاي عامل زي سكوب. الكيرف ده مش لاين، يعني ما اقدرش اقسمه بالمسطره، لا ده جاي مايل خلاص وقليل عن اللي قبليه. ادي برونكو دايليتور، شايفين؟ نزل تحت ازاي؟ البيك فلو ريت زاد. دي واحده من الحاجات برضه تقول لي ريسبونس تو برونكو دايليتور ثيرابي. ده ايه؟ لما اشوفه على الفنتليتور ده تريجر، ده العيان بيبتدي نفس حلو. طب اشوف، ممكن اشوف ده من غير سايكل، يعني ممكن اشوف ناس ده لتحت ومفيش حاجه تانية، ناس ده لتحت ومفيش حاجه تانية، وكذا واحده جنب بعض. ده يبقى ايه؟ ايه الابروبريت تريجر؟ ايه الابروبريت تريجر؟ يبقى انا التريجر بتاعي عالي جدا لدرجه ان الجهاز مش حاسس العيان، والعيان عمال يحاول يعمل نيجاتيف سكشن، يحاول يسحب من الجهاز، فالبريشر عمال يقع، بس ما وصلش للليفل اللي انا عايزه للتريجر ده. اللي هو في اي مودز بقى؟ اي مود، اي مود في الدنيا. على البريشر ويف لما الاقي عندي نزلات لتحت ومعهاش سايكل، نازله لتحت، نازله لتحت، نازله لتحت، ومفيش حاجه معاها، لازم لما ينزل لتحت يطلع بسايكل. ده الابروبريت. نزل لتحت لو هو سينكرونايز، لكن لو هو مش سينكرونايز احنا اتفقنا ما عادش حاجه اسمها سينكرونايز، مفيش حاجه اسمها ستاد مود مش سينكرونايز دلوقتي. لازم اي عين بتاعي يبقى سينكرونايز على الجهاز.
لازم يمشي مع الجهاز. تمام؟ يبقى كل ما الاقي دي نازله تحت وما فيش حاجه، نازله تحت وما فيش حاجه، اعرف ان انا ايه appropriate trigger، trigger بتاعي عالي جدا، قلله وخليه sensitive. ده المين اروي فاشن مش مشكله. طيب الثريشولد بتاعي واطي قوي في العيال، لا الثريشولد بتاعي يعني واتيفر بقى مش sensitive. خلينا نقول مش sensitive، دي تريجر صح؟ يبقى انا من البريشر مود اقدر اطلع عندي باخد نفس ولا لا؟ من التريجر ده. ده ما خدش. ده هنا ما خدش بالظبط كده. دي اسيست بريس، دي كنترول بريس. شايفين الاس اي ام في بريشر سبورت اللي كنا بنقول عليه؟ ادى ايه؟ ادى رقم. شايفين بعديه ايه اللي حصل؟ قال ولا ما قالش؟ طيب دي نفس ليفل دي؟ لا. يبقى دي المانداتوري هيتريجر، دي مانداتوري ودي اقل منها، يبقى دي البريشر سبورت. عاده البريشر سبورت بيبقى اقل من البي اي بي. دي الاسيست، دي الاسيست او دي المانداتوري بريس اللي انا بتحكم في الانسبيراتوري تايم بتاعها. اه ودي بريشر سبورت، ودي بريشر سبورت اللي عايز متحكم في الايه؟ تحت الايه. معناها ان العين بياخد بتاع اللي تحت ده بس بيجي له بريشر بسيط. دي معناها ان العين ابتدى، مش انا العين اللي ابتدى، بس انا اديته بي اي بي واديته انسبيراتوري تايم. هنا العيان ابتدى اديته بي اي بي او بريشر برضه، بس العيان هو اللي بقى هو اللي بيتحكم في الانسبيراتوري تايم. ده البريشر سبورت. يبقى ده اس اي ام في بريشر سبورت. طيب ده الفوليوم كيرف. الفوليوم كيرف ليه استخدام يعتبر واحد بس مهم قوي، الاير ليك. لو عندي اند تريكر تيوب ليك ايه اللي هيحصل؟ بصوا هذا فوليوم داخل وفوليوم وهو خارج، يحصل ليك يقوم ما ينزلش للبيز لاين. يبقى لما المنظر ده يقول لي عندي ليكج، وممكن انا بعينيا اقول ده كام في الميه؟ ده كده حوالي 20% ليكج. يعني اقسم ده على ده هيديني قد ايه في الميه ليكج. انا اكسبتد في الفنتريتور لغايه 40% ليكج والجهاز هيشتغل كويس. كل الاجهزه الجديده بتعمل حاجه اسمها ليك كومبنسيشن، هو بيعوض الليكج. بس بعد 40% بيبتدي يخرف. بعد 40% الجهاز هيبتدي يخرف وممكن ما يوصلش السيتنجز بتاعتي، وممكن التريجرنج ما يبقاش كويس. ده لو كان ليكج من الانبوبه. انبوبه. لكن لو ده لو سنسور عند العين. طب ايه رايكم السنسور جوه الجهاز والوصلات هي اللي عماله تلاقيك؟ هو برده ما وصلش العين اللي انا عايزه. ايه؟ انا قصدي لو في حاجه يعني الاير ممكن يوصل 40. حلو. هل ممكن لو العين بقى على انتر كوستال تيوب ولا مش قصدي؟ يعني الاير ليك حوالين الانبوبه ممكن يوصل لغايه 40؟ اير ليك ولو 100% كمان ساعتها. والله؟ حسب الانبوبه حجمها قد ايه؟ ما انا بدخل هواء يجي يخرج ما بيخرجش من الانبوبه، بيخرج من ناحيه ثانيه. ده ليكج. واجي ادخل وانا بدخل برضه يهرب مني. فيستل او كده. ولو عندي فيستل. لا انا قصدي الانتركوستال تيوب ده انتر كوستال تيوب داز دو انتر اير ليك. لا لا يعني انا مركب انتر كوستال ولا اند تريكر؟ لا انتر كوستر اندر ووتر سيل. هو البابلنج ده ايه؟ هو ده هواء هيربابلنج. انا مدخل هواء بيخرج من ما بيخرجش من ايه؟ هو الفنتريتور ازاي بيعرف ليك؟ هي بتفهمهم كده. الفنتريتور بيعرف ليك ازاي؟ بيدخل بيطلع منه 100 المفروض يرجعوا له 100، يلاقيهم بيرجعوا له 70. ايوه يبقى ايه؟ لا معلش ما في ليك. لو حطها في الفلورا ده لا يعني ان العيان ده عنده ايرلي. لا انا بتكلم لو هي بابلنج. لو هي لا لا لو في، لكن لو مش بابلنج لو الاير لو هي عماله تطلع بابل او ببابل او في تيست شغاله هيبقى الجهاز عندي عمال يديني ليك. عشان كده العيان اللي عنده برونك بلورال فيسترا كبيره انا بطفي الالارم بتاع الليك، لان هو مش هيقرا لي، يعني هيقعد يدي الارم لان ممكن الليك يبقى 90% او 100%. يعني في الحاله دي ينفس لوحده؟ هينفس. هبتدي العب بالبريشرز زي ما انا عايز. الليكج ملوش دعوه بالبريشر اللي انا هوصله. بس قصدي قراياتي 6 مللي بير كي جي و8 مللي بير كي جي مش هعرف اعملها ابلكيشن، لان كل القرايات بتاعتي بايظه. ده الاير ليك في كذا كيرف. هنيجي لدور بعد كده. وسيتنج ابروبريت تايم خلاص قلناها. اكتف اكسهليشن هعرفها منين؟ شايفين؟ شايفين دي؟ دي تقول ان دي اكتف اكسهليشن. شوفوا دي بالعيان بتاعي فجاه راح جاي في نفس واحد راح عامل اكتف اكسهليشن.
هبان من تحت، هلاقيه نزلت لتحت خالص. يعني هو نازل بدل ما ينزل هنا اهو ويقف، نزل لتحت. ده في الفوليوم كده هلاقي العيان بتاعي بيخرج اكتر ما بدخله، يبقى انا في الحاله دي ده اكتف اكسهاليشن. What does it mean؟ العيان بيعمل اكتف اكسهاليشن، ادور على السبب. هو ليه بيعمل اكتف اكسهاليشن؟ هل هو مش مستريح على الفنتليتور؟ هل عنده اوتو بيب فهو من نفسه بيحاول يصلحه فبيعمل اكتف اكسهاليشن ويطلعه؟ يعني ندور على الكوز. احنا الويت فورم لسه فيها مشكله عندنا اظن. الفلو يعني فلو انف، مش عايز حاجه ثانيه. فلو انف معايا البريشر فوليوم لو، معايا البريشر فوليوم لو. بس لو هبتدي بحاجه الفلو افهمها كويس قوي وهي دي اهم حاجه، وبعد كده هارد واحده واحده. طيب اللوب انا هتكلم، حتى انا مش هتقل عليك، انا هتكلم على البريشر فوليوم. احنا كان ممكن نسيبك تتقل زي ما انت عايز، بس اللون الاصفر مش هتقلع. ما انا هغيرها ونقولها مره ثانيه وغير اللون ده خالص. والله مش شايفين حاجه فلو بتاعي يبقى كويس. انا بتهيألي نقف عند الفلو احسن. خلينا نقف عند الفلو كيرف معلوماتنا كويسه. بعد كده انا عندي سلايدز كتير لسه، يعني الموضوع لسه كبير. والله احسن هي كده كفايه. ما احنا ممكن نجي لك ثاني بكره. طيب سمو بتشتكي من الحضره دي كلها، لو هقولها يعني واحده واحده كده كلها مش اقل من ساعتين ثلاثه. لا بلاش. طب بكره ماشي، بكره ماشي ماشي ماشي، بكره نكمل الكورس كله. بكره ايه الاثنين؟ ماشي ناخد الدايجرام. سوري سوري سوري، وقت مش مشكله بكره، اي وقت حضرتك تختاري مش مشكله. طب نكمل بس الثاني لغايه ما نستوعب القصه دي. هو انا احسن هيك تقعدي فتره تقري كل اللي قلتيه ده كله. طيب هقول حاجه اسمعي في الساينتفك.